مرحبا بالمشاهدين الكرام على قناة أبو بكر جندان. سوف نتكلم عن الحسين بن علي، دعونا نبدأ. هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي السبط الشهيد بإذن الله بكربلاء. هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. ولد الحسين سنة 4 من الهجرة، وله من الولد علي الأكبر وعلي الأصغر والعقب وجعفر وفاطمة وسكينة. بعد وفاة معاوية رضي الله عنه سنة 60 ولي الخلافة يزيد بن معاوية، فلم يكن له هم حين ولي بيعة النفر الذين أبوا على معاوية البيعة له، فكتب إلى عامله على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان يأمره بأخذ البيعة من هؤلاء النفر الذين أبوا على معاوية استخلاف ولده، وعلى رأسهم الحسين بن علي. ولقد كثر إرسال الكتب من أهل العراق إلى الحسين رضي الله عنه، وخاصة بعد ذهابه إلى مكة يحثونه فيها على سرعة المجيء إليهم، فقد كتب إليه بعض أهلها: أما بعد، لقد اخضرت الجنان وأينعت الثمار وطمت الجمام، فإذا شئت فأقدم على جند مجندة لك والسلام. فالتزم الحسين رضي الله عنه الحذر والحيطة، وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى العراق ليكشف له حقيقة هذا الأمر والاتفاق، فإن كان متحتما وأمرا حازما محكما بعث إليه ليركب في أهله وذويه. فسار مسلم من مكة فاجتاز بالمدينة حتى وصل إلى مشارف الكوفة. فلما دخل مسلم بن عقيل الكوفة تسامع أهل الكوفة بقدومه، فجاءوا إليه فبايعوه على إمرة الحسين بن علي، وحلفوا له لينصرنه بأنفسهم وأموالهم، فاجتمع على بيعته من أهلها 18,000. ولقد كان الشيعة في الكوفة يبايعون مسلم بن عقيل سرا، ولقد استطاع عبيد الله بن زياد والي الكوفة والبصرة وقتها أن يكتشف أمر مسلم بن عقيل ومقره وأعوانه عن طريق مولى لهم، فقبض ابن زياد على بعض أتباع مسلم بن عقيل وحبسهم، ثم تمكن ابن زياد من مسلم بن عقيل فضرب عنقه. عندما تتابعت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق وتكررت الرسل بينهم وبينه، وجاءه كتاب مسلم بن عقيل بالقدوم عليه بأهله، ثم وقع في غضون ذلك ما وقع من قتل مسلم بن عقيل والحسين بن علي لا يعلم بشيء من ذلك، فعزم على المسير إليهم. وكان ذلك أيام التروية قبل مقتل مسلم بيوم واحد، فإن مسلما قتل يوم عرفة، وعندما استشعر الناس خروجه أشفقوا عليه من ذلك وحذروه منه، وأشار عليه ذو الرأي منهم والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق، وأمروه بالمقام في مكة، وذكروه ما حدث لأبيه وأخيه معهم. فقد جاء ابن عباس إلى الحسين بن علي فقال له: يا ابن عم، إني أتصبر ولا أصبر، إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، إن أهل العراق قوم غدر، فلا تغترن بهم، أقم في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم ثم أقدم عليهم، وإلا فسير إلى اليمن فإن به حصونا وشعابا ولأبيك به شيعة، وكن عن الناس في معزل، واكتب إليهم وبث دعاتك فيهم، فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب. فقال الحسين بن علي: يا ابن عم، والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد أزمعت المسير. فقال له: فإن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. أما عبد الله بن الزبير فقد تعجب من مسير الحسين بن علي إلى أهل العراق، وهو يعلم علم اليقين أنهم قتلوا أباه وطعنوا أخاه، فقال له: أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ فقال: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي، يعني مكة.
أما يزيد بن معاوية فقد كتب إلى عبيد الله بن زياد والي الكوفة قائلا: قد بلغني أن الحسين قد توجه إلى نحو العراق، فضع المراصد والمسالح واحترس، واحبس على الظنة وخذ على التهمة، غير ألا تقتل إلا من قاتلك، واكتب إلي في كل ما يحدث من خبر والسلام. وهذا القول واضح وظاهر في ألا يقتل عبيد الله الحسين وأصحابه إلا إذا قاتلوه. وأثناء سير الحسين في طريقه إلى العراق بلغه خبر مقتل ابن عمه مسلم فأثناه ذلك، واعتزم العودة إلى مكة، لكن إخوة مسلم قالوا: والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل، فقال: لا خير في الحياة بعدكم. عندما أشرف الحسين بن علي على العراق رأى طليعة لابن زياد، وكان قوام هذه الطليعة 1000 فارس بقيادة الحر بن يزيد التميمي، فقال لهم الحسين: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله وإليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم ورسلكم أن أقدم عليكم، فليس لنا إمام، لعل الله أن يجعلنا بكم على الهدى، فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلنا منه. فلم يجيبوه بشيء في ذلك، ثم قال له الحر: إنا أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد. فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك. ثم أمر أصحابه فركبوا لينصرفوا، فمنعهم الحر من ذلك حتى أتى الجيش الذي أرسله عبيد الله بن زياد وعدته 4000 فارس، والتقوا في كربلاء جنوبي بغداد. وعندما التقوا خيرهم الحسين بين 3، فقال: إما أن تدعوني فأنصرف من حيث جئت، وإما أن تدعوني فأذهب إلى يزيد، وإما أن تدعوني فألحق بالثغور. وكان أمير الجيش عمر بن سعد بن أبي وقاص، وعندما سمع عمر بن سعد كلام الحسين استحسنه، وأرسل إلى ابن زياد بذلك يحسن له أن يختار أحد الاقتراحات 3، وكاد ابن زياد أن يقبل لولا أن شمر بن ذي الجوشن، وهو من الطغاة أصحاب الفتن، قال له: لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدكم ليكونن أولى بالقوة والعز، ولتكونن أولى بالضعف والعجز، فلا تطعه هذه المنزلة، فإنها من الوهن، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه، فإن عاقبت فأنت ولي العقوبة، وإن غفرت كان ذلك لك. وقد استثار شمر بكلامه هذا ابن زياد، فوافق على كلام شمر، وأرسله ومعه كتاب إلى عمر بن سعد بأن يقاتل الحسين إذا لم يستسلم، وإذا لم يرد عمر أن يقاتله فليتنحى عن إمرة الجيش وليسلمها إلى شمر. وعندما ورد شمر على عمر بن سعد بن أبي وقاص وأفهمه رسالته، خاف عمر على نفسه من ابن زياد، ولم يقبل بأن يتنحى لشمر، واستمر قائدا للجيش، فطلب إلى الحسين تسليم نفسه، لكن الحسين لم يفعل ونشب القتال. ويجب أن نلحظ هنا أن الحسين لم يبدأ بالقتال، بل إن موقفه كان عدم الاستسلام فقط. وقع القتال بين فئة صغيرة لا تبلغ 80 رجلا وبين 5000 فارس وراجل، على أنه انضم إلى الحسين أفراد رأوا أن أهل العراق خانوا الحسين، وأن من واجبهم الاستماتة بين يديه، فانتقلوا إليه مع معرفتهم بالموت الذي ينتظرهم. وكانت الواقعة، فقتل رجال الحسين على بكرة أبيهم حوالي 22 رجلا. وفي أثناء القتال كان يستحث أهل العراق على حرب الحسين بن علي، فكان يقال لهم: يا أهل الكوفة، إلزموا طاعتكم وجماعتكم، ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف الإمام. فكان أهل الكوفة إذن يستحثون على الطاعة ولزوم الجماعة، ويبين لهم أن الحسين وأصحابه إنما هم مارقون من الدين. فلما قتلوا لم يجرؤ أحد على قتل الحسين خشية أن يبوء بقتله، فقام شمر بن ذي الجوشن وصاح في الجنود وأمرهم بقتل الحسين، فضربه زرعة بن شريك التميمي، وطعنه سنان بن أنس واحتز رأسه، وقيل إن الذي قطع رأسه شمر بن ذي الجوشن.
ثم بعث ابن زياد بالرؤوس ومن بينها رأس الحسين إلى يزيد بن معاوية بالشام، فدمعت عينا يزيد بن معاوية وقال: كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. لعن الله ابن سمية عبيد الله بن زياد، أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه، ورحم الله الحسين بن علي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. أبو بكر جندان.